هاي ستريتشنج كلنا بنعرف مثل ما حكينا بسيجمنتس قبل باول تريننج بدنا نعمل وورمينج اب نحمي جسمنا بنتمرن كارديو او سترينث تريننج وات ايفر بالاخير لازم نعمل ستريتشنج اجباري حركات الستريتشنج كروس يور فينجرز لفوق عم بعمل ستريتش للايدين للمعده تبهوا راسكم يكون جالس لفوق دون يو جو سايد هل بيجنر ستريتش فينا نعملها شوي ادفانسد اكثر ونشد اكثر اكيد كمان تاني ميل كل حركه ستريتش لازم تكون من 7 تو 12 سكند مش اقل اورايت اذا شغلنا شولدرز نعمل ستريتش للشولدر لاحظين تحط ايدي على الكوع اند اي ستريتش تاني ايد اكيد كمان ناو وي جو فور ليجز دايما بالستريتش خلينا يكونوا الاجرين توتالي جالسين مش مطعوجين توتالي جالسين بالستريتشنج واكيد الظهر جالس دروب فيل ذا ستريتش من ورا الظهر جالس اكيد مثل ما شايفين فينا نفتح شوي الاجرين اكثر اوطى قد ما فيكم توطوا يمكن ما فيكم توصلوا للارض لهون اتس جود انف يو جو ليفت حسوا ستريتش باجر اكثر من اجر تاني ميل انر ناو يو هولد للستريتش وي هاف تو هولد بدنا ننطر تقريبا 7 ثواني تاني ميل تقريبا 7 ثواني and that's it.